وقف ضميرك لا تعبر هذا المنشور وصل رئيس الوزراء لمن دخل للصحة وقال الله لا وفقني. يا رئيس الوزراء عندك وزير صحة سويته الباص ب5000 وسويته الدخولية ب10 وسويته الزيارة ب5. تدري مستشفياتك يا اهل يجيها مستشفياتك اللي تدخل لها تلقى الكلاب نايمة بالباب، تلقى الجرابيع، تلقى الجريذي ها كبرى، حتى حياية بالمستشفى الصحيات متروسة خيس لهنا، تدخل بالباب تلقاك الخيسة الطير اليافو. تدري مستشفياتك يا اللي يدخل لها المعوق عامل البلدية ابو العاطلين التقاعد الناس ذو الاحتياجات الخاصة الناس التعبانة الحصرة عليها 1000 دينار. ترى خاف حسبالك مستشفياتك يدخل لها تاجر، لا التاجر ما يروح المستشفيات كم المعفنة الخايسة، لا والله التاجر يروح للأهلية يزخ فلوسه ويطلع مريضة. ترى انتم خليتوا 5000 الباص والخمسة لزيارة المريض والعشرة الدخولية لأن خليتوهن على العوائل المتعففة، فحسبي الله ونعم الوكيل عليكم. تدري الرنين 5 أشهر اللي يوصلك سنة؟ تدري المفراس 10 أشهر لو 7 أشهر اللي يوصلك سنة؟ هذا اللي ما عنده اللي خليت عليه 10000 و5000. هذا يا رئيس الوزراء تطلع بالإعلام والله لا يوفقني. لا عمي أم جان إحنا الله لا يوفقنا والله العظيم، تطلعون بالإعلام تقول شنكم ملائكة صالحين، الله لا يوفقك على اليمين. على 5 خليتهن على معوق الباص، عندك علاج بالمستشفى شو ما تي انا وياك اردفتر، ما عندي غيرها كان ملاختها من الطول للطول، اردفتر وياك على المستشفيات، علاج عندك، ابره عندك، عمليه تخدير عندك لابو العمليه، تعال شوف المستشفيات. لو بس الله لا يوفقني بالاعلام احنا ما عندنا غيره، حسبي الله ونعم الوكيل عليكم والله العظيم.